مساء الخير، يسرني أن ألتقي بكم كما كنت أفعل بمناسبة وبغير مناسبة. ومناسبة يومي 8 من شهر مارس، وأما موضوع مداخلتي المرأة والجبل بين الحاجة إلى إحياء الذاكرة وتعزيز حقوق الإنسان. المرأة والجبل بين الحاجة إلى إحياء الذاكرة وتعزيز حقوق الإنسان. ومجال الممارسة الجبال المغربية. وكذا بجميع المداخلات التي أقدمها، إن هي إلا حاجات مرتبطة بمناسبة ما أو بضرورة ما، والمناسبة والضرورة تندرجان ضمن الحاجات. طلبت مني جريدة ملف تادلة المهتمة بالجبال، لأن إقليم تادلة الجغرافي ممتد في الجبال، وفي السهل أن ألتفت إلى المرأة في الجبال. ولما حررت المقال وسينشر قريبا، تبينت أن المادة غزيرة غاية، وفضلت أن أخصص نظرا يرى ويسمع، وإني أبثه الآن على قناتي في اليوتيوب. وأشكركم على متابعتكم لما أقدمه. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأن أرضيكم. المرأة والجبال ثنائية متشابكة مترابطة عناصرها ترابطا نسقيا، حتى كادت المرأة تبدو في الأوساط القبلية المحففة بالجبال، وكأنه تحمل هموم تلك الجبال كلها، وكأنها تحمل في ظهرها هموم تلك الجبال، وكأنها تمثل هوية الجبل كيفما كان امتداده ومنعرجاته ضمن السلاسل التي نسميها الأطلس أو الريف، الأطلس أو الريف في بلدنا المغرب. ثنائيات المرأة والجبال تظهر أو تبدو منذ الوهلة الأولى أنها غير سليمة من حيث التركيب، ورغم ذلك وجب الإقرار أن للمرأة بالجبال مواصفات. وجب الإقرار أن للمرأة بالجبال مواصفات. إذا وقفنا هنا وإذا لم نقف نقول مواصفات، اسم أن مؤخر منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث
السالم. يقول ابن مالك: وما بيتان وألفين قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. وجب الإقرار أن للمرأة بالجبال مواصفات أو ما يميزها عن النساء المنخفضات والمنبسطات. ولئن كان الميز كلمة مألوفة في مجال حقوق الإنسان، وظالما تغشى العنصر والدين واللغة، فإن الميز المراد الحديث عنه ذو صلة بالثقافة والتنمية. معنى ذلك أن تلك الثنائية، أي المرأة والجبال، وإن كانت متشعبة معقدة، تتراءى في البدء إشكالية سوسيو ثقافية تتراءى الثنائية إشكالية سوسيو ثقافية محضة. قد لا تحتاج لأن ينظر إليها بعيون الراصد لتخلف التنمية بالمغرب، أو الراصد لانتهاك حقوق الإنسان. لا تحتاج لأن ينظر إليها كذلك لولا أن الرؤية من نوعها أدخلتها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى قلب الجبل. لماذا؟ لأن بالجبل مواضع انتهاك حقوق الإنسان. أم لقو إم الشيل السنتات أقدال أغبلة أنرجي خنيفرة مولاي بوعزة والماس الحسيمة. إذا هيئة الإنصاف والمصالحة أدخلت الرؤية من نوعها إلى قلب الجبل لربط تخلف تنمية هناك بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هناك علاقة بين تخلف التنمية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ذروني أفتح القوس، لا أقصد من الحقوق ذلك الماهي الموظف من لدون أي جهة تزعم بالباطل أنها تدافع عن حقوق الإنسان وعن فعلية الحق، ولا أقصد من ذلك الحقوق صفتي قبل إحالتي على التقاعد، فقد استحوذت علي الغفلة وغشيني السبات. وفوق ذلك كل فكر يتأسس يترهل، كل فكر يدخل المؤسسة يفشل يترهل يتلاشى. معذرة، سأغلق القوس، سأغلق القوس. وكما قلت في مداخلة سابقة، فحقوق الإنسان مجال يبطن الفساد، مجال يحيق به الفساد، ونفس الشيء ينسحب على الممارسة الجمعوية لدى بعض الجمعيات العشائرية، ولم تنجو المؤسسة الطرقية من آفات الفساد، وسأتحدث عن ذلك بعد أيام. ما صلة المرأة بالجبال، بالذاكرة والحقوق الثقافية والهوية الثقافية وحقوق الإنسان عامة؟
ما صلة المرأة بالجبل، بالذاكرة والهوية الثقافية وحقوق الإنسان؟ تبدو المرأة بالجبال تتمتع ببعض الحقوق الطبيعية، يعني المرتبطة بطبيعة الإنسان، نحو الحق في الزواج، والحق في التعبير العاطفي، وقد تنتهك بعض حقوقها وباسم الثقافة، نحو الحق في الإرث إلى غير ذلك. ويمكن القول إن الحقوق التي تتمتع بها المرأة الجبلية مضمنة في المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان، المعاهدات ذات الصلة بذات الحقوق، والإعلانات والعهود والبروتوكولات. لماذا نستثني الجبل من المفكر فيه؟ لماذا نهمشه ونهمش نساءه تهميشا مضاعفا؟ الجواب في كوننا لا نعتني بالذاكرة في الجبل، ولا بالتاريخ الراهن، ولا بالهوية الثقافية، ولا نعلم شيئا عن الرموز الثاوية في أزقاء النساء وفضاءات رؤوسهن. لسنا من الذين يعتنون باقتصاد التراث الثقافي، وطالما ندع تراثنا عرضة للفرجة غير المنظمة. في موسم سيدي حماد المغني مثلا، مسمى بالباطل منذ سنة 1965، موسم الخطبة، ندع تراثنا عرضة للعبث، نسيح به بؤسنا، نسيح بؤسنا باسم السياحة الجبلية، باسم التنمية، ولا ندافع عن أنفسنا، ولا نصد الحملات الإعلامية الضالة التي تضلل الناس وتزيف ثقافتنا. لا نصدها صدوده، لا نصدها صدوده. كفى من الجهل، لنتذكر تمثيلية نسائية بمعتقلات السيء ديكرو بإقليم زاغورا، والذي هلكت فيه الشهيدة فاطمة وحرفه، أو أهلاكها بالتنكيل والتعذيب، لا لشيء سوى أنهم اعتقلوها ثم أعدوا لها محضرا موجبا لإخفائها قسريا بقصبة الحد، قصبة القائد القلاوي. كيف بنيت القصبة، قصبة القائد القلاوي؟ بنيت بسواعد رجال أقدز، نعم، روى تراب بنائها نساء أقدز، روى تراب بنائها نساء أقدز، سقى تراب بنائها نساء أقدز تحت جبال كيسان بالأطلس الصغير. ونحن نتحدث عن المرأة بالجبال، ونحن مذكرون هذا الحدث المؤسف، نرجو لشقيق الشهيدة فاطمة حرفو، زايد حرفو، ساكن بقرية السنتة ببوزمو، جماعة بوزمو إيميل جيل، نرجو له الشفاء العاجل، نتمنى له الشفاء العاجل. وماذا عن المرأة بالأطلس المتوسط الهضبي؟ كلنا يتذكر فاطمة يخلف، كلنا يتذكر أمينة سلاك التي
تذوقت أصنافا من التعذيب، طيرة والكشو على أيدي الجلادين. وإن للمرأة بالجبال معاناة مضاعفة، فإن لم تعذب هي نفسها سيعذبها زوجها المعتقل، ستعذبها معاناتها إثر اعتقال زوجها أو ابنها أو قريبها. ولنتذكر بالمناسبة فاطمة أم زيان وإط أم زيان وعيد أبو إقبال وفاطمة أبو إقبال وفاطمة عسيل وغيرهن كثير. وتمتد الانتهاكات يومه لتتجسد في الصحة، صحة المرأة والتعليم، فمدروس الفتيات وزواج قاصرات. ولعل موت النساء الحوامل يؤثر على مؤشر التزام المغرب بمبادئ الألفية الإنمائية والمتصلة بالصحة الإنجابية أو بالنفاسة، تروى بالأمازيغية. ولم يغب ذكر المرأة في المزارات، في مجال المزارات الجبلية. نعم، لنتذكر لالا زنو بقصر غزوان بتل سينت، وغير بعيد عنها لالة الحمامت. لنتذكر ما له تفقير بمسمرير، ولالا عشاء بأتربات، ولالا تفغولت قرب السنتات. وفضلا عن ذلك كله، نصادف طوبونيمية بصيغة المؤنث في الجبال، جبل لا العربية ولا اللولية، بمحيط التجمع القروي تاديغوست بحوض غريس. وكلاهما، كلا الجبلين يظل على مقبرة. وللمزار المؤنث إما حكوا عليه صخرة تسمى تسلي نمحكو عليه، صخرة نمحكو عليه بفج أمسد، طبعا قرب تديغوس بحوض غريس. وهناك ضريح للا تزليت بين منحدر تشمموت وأفود مصالح بإيميل شيل. ولئن أنشأ الوضع يتغير تدريجيا في المغرب، فإن المرأة بعيدة كل البعد عن هذه الإصلاحات. ضروني أقف عند هذا الحد. تنمر نون سرفتي مجزق الخشا مشتوخشا أرض قرون دغولخ.